هلأ نحن رح نبلش ب بارتي جديدة من هذا الدرس واللي هي إنيتي أو إنرجي دي ليزون. لأحكي عن إنرجي دي ليزون بدي أحكي عن بدي أشوف النويو اللي هو عبارة عن بروتون ونيترون عبارة عن نيكليون اللي هو تكتل واحد. طيب مع أنه على العلم أنه بقلب النويو مثل ما قلنا في بروتون شارج اللي إلهم بوزيتيف والنيترون الشارج اللي إلهم نيل، فإذا الشارج توتال للنويو هو البوزيتيف. طيب البروتون ليش ما عملوا ريبليسون؟ هنا عم يعملوا ريبليسون إلكتريك. طيب ليه ما طردوا بعض وفصلوا عن بعض؟ ليش بقيوا محافظين على هيدي يعني بقيوا طريق أتاشي؟ ليش؟ شو السبب؟ لا كوهيزيون دي نيكليون اي اسيوري بار لانتراكسيون فورت او بنسميها فورس نيكليير. هيدي الفورس اكتشفها هيديك يوكاوا بال 1932 اكتشف هيدي الفورس وقال انه هيدي الفورس هي فورس بتكون بعكس الريبليسيون الكتريك. نحن بنعرف انه دي شارج دي ميم سين سي ريبوس الكتريكمون، يعني انا لما بقول البروتون والبروتون اثنيناتهم نفس الشارج بوزيتيف سي ريبوس بيبعدوا بعض، يعني المفروض لو ما في فورس عليهم المفروض انه هن يبعدوا بعض ويتنافروا كل واحد باتجاه، يعني كل نويو ساعتها بيفلط. طب شو اللي حافظ على يعني خليهم بلي اتاشي هون نيكليون؟ قالنا انه في فورس اسمها انتر اكسون فورت. هيدي الانتر اكسون فورت هي اوبوزي على بعكس الريبليسون الكتريك. اذا الريبليسون الكتريك هن بيطردوا لبرا هن هون الانتر اكسون فورت بتكون لجوا بعكس هيدي الريبليسون بور فانكر لا ريبليسون الكتريك كي مانتيان les nucléons ensemble ont, et empêchent les protons de s'éloigner les unes des autres. بتبطل تخليهم يتباعدوا، يعني هي اللي بتحافظ على شكل النويو المتماسك والمترابط. من هون معناتها في انرجي، هي الانرجي اللي هن عملتهم ليزون. من هون صار فينا نقول pour modéliser cette attraction entre les nucléons on peut définir une énergie de liaison حسميها EL. معناتها من هون بدي انطلق انا لاشوف انه شو هي هيدي الانرجي اللي مخلي محافظه على الترابط بالنويو. par définition l'énergie de liaison EL d'un noyau atomique au repos est l'énergie minimale et l'énergie minimale qu'il faut fournir à ces noyaux pour séparer complètement ces nucléons. يعني أصغر إنرجي بقدر دخلها أنا على النويو لحتى تفكك الإليمون اللي إله يعني سي نيكليون البروتون والنيترون. وانتبهوا أصغر إنرجي يعني بتفككهم سان فيتاس إنسيال، هيدي بسميها إنرجي دي ليزون. معناتها كل نويو هو مترابط بإنرجي محددة. أنا هيدي الإنرجي إذا أنا بدخل له إنرجي دي ليزون عبي اللي هي سي لينرجي مينيمال كيل فو فورنير ا سي نويو بور سيباري كومبليتمون سي نيكليو. سيت انرجي اباري دون لي بيلون دو ماس دو سيستم. شو قصدي بيلون دو ماس؟ هون عم لاحظ حسب البالونس اللي انتم شايفين هيدا نويو دي كربون. مثل ما شايفين هيدا نويو دي كربون سي 12 6. مرة عم حطه بكفه الميزان حاطط هون نويو افون لا سيباراسيون، والثاني بكفة الميزان الثاني عم بحط النويو بعد السيباراسيون، هو ذاته نويو إذا بتلاحظوا، لأنه فوق أنا عندي سي 12 على الشمال في عندي سي 12 6، يعني عندي 6 بروتون 6 نيترون، وعلى اليمين في 6 بروتون 6 نيترون، فإذا مكونات النويو اللي كان على الشمال بس فرضته صار على اليمين، حطيناهم قدام الميزان أو على الميزان، أم تبين إنه الماس ابري لا سيباراسيون هي اكبر من الماس افون لا سيباراسيون، يعني الماس بعد ما فككته صار اكبر. من هون صار بدي اعرف شيء اسمه دلتا ام، سوا دلتا ام لو ديفو دو ماس دو نويو. شو قصدي ديفو دو ماس؟ هو الديفيرونس انتر لا ماس افون لا سيباراسيون و لا ماس ابري لا سيباراسيون دو نويو. يعني باخذ نويو قبل ما فككه قبل ما اعمل سيباراسيون كان عندي ام، وبعد السيباراسيون كان عندي ام، فاذا الماس ابري لا سيباراسيون هو بلي غران كو لا ماس او كو سيل دو نويو افون لا سيباراسيون.
سواء دلتا ام مثل ما قلنا اسمها ما نسميها ديفو دي ماس. طب شو بتساوي هذه ديفو دي ماس؟ مثل ما بقول هي فرق الماس. فاذا الماس الكبير ناقص الماس الصغير، يعني الماس ابري لا سيباراسيون ناقص الماس افون لا سيباراسيون. لما بقول ماس ابري، ماس ابري لا سيباراسيون، يعني بعد ما فككته. يعني هيدا كان هون هو افون لا سيباراسيون، كان بعده نويون متماسك. هون لما صار عبارة عن نيكليون بلوتون ونيترون. الدلتا ام هي فرق الماس، ماس ابري لانه الماس ابري هون اكبر ناقص الماس افون، افون لا سيباراسيون. فاذا دلتا ام هي ماس افون، ماس ابري لا سيباراسيون ناقص الماس افون لا سيباراسيون. ام اكس ا زد هي الماس لما كان بعده نويو. هون لما فرضت، طب لما فرضتهم شو اكيد بدي احسبهم، بدي اشوف عدد نويو، عدد النيكليون يعني عدد البروتون وعدد النيترون. كم عندي بروتون هون؟ عندي 6. فاذا ال 6 هو عباره عن زد، فاذا عندي زد ام بي عدد البروتون ضرب الماس للبروتون الواحد زائد عدد النيترون. كيف بجيب عدد النيترون؟ هي ام وان زد، لانه ا ايتيغال زد بلس ان. فاذا هون الان ايتيغال ام وان زد ضرب الماس النيترون الواحد. هون دقيق كتير لانه الماس البروتون والماس النيترون هني اعتبرناهم قد بعض بالوقت اللي كنا عم نحسب بالكيلوغرام، ولكن هني بالاي في فرق بسيط بيناتهم. فاذا زد ام بي عدد البروتونات او الماس للبروتونات، الماس للنيترونات ما بعد الفصل، هذا كله الكروشيه هذا اللي شايفينه قدامكم هو الماس دي نويو ابري لا سيباراسيون ناقص الماس للاكس ا زد، يعني الماس دي نويو افون لا سيباراسيون. اكيد الام بي بتعرفوها هي الماس للبروتون، الام ان هي الماس للنيترون، والام ا اكس هي الماس للنيترون للنويو افون لا سيباراسيون. فاذا دلتا ام ايتيغال زد ام بي بلس ام موان زد ام ان موان ام لل X A Z. بعدنا هون عم نحكي ديفيرونس دو ماس بين افون لا سيباراسيون ابري لا سيباراسيون. طيب لما بدي احكي عن انرجي هون بدي ما بدي انسى البرنسيب ديكيفالونس ماس انرجي اللي هو برنسيب ديكيفالونس ماس انرجي تبع اينشتاين اللي بيقول اي ايتيغال ام سي كاري. شو يعني اي ايتيغال ام سي كاري؟ يعني انا هيدي نحن هون شو بتعني اي ايتيغال ام سي كاري؟ يعني اي ماس عم يتحرك بسي كاري بسرعه الضوء حيتحول لطاقه، هذا الايكيفالونس ماس انرجي. يعني انا لما بهذه الانرجي اللي انا عم بدخلها لحتى الغي هذه الترابط بين ويو، هذا بده يتحول بالاشياء دي ماس، يعني بده يصير بده يزيد كانه على الماس. فاذا هون نحن الفرق بيناتهم سميناه دلتا ام. طيب اذا انا عم بحكي انه الاي ايتيغال ام سي كاري، طيب الدلتا ام ايكيفالونس على اي انرجي؟ على انرجي دي ليزون. هي الفرق الانرجي اللي انا دخلته لحتى فككتهم. فاذا مثل ما الاي ايتيغال ام سي كاري صار في يقول اي ال ايتيغال دلتا ام سي كاري. مثل ما الاي ايتيغال ام سي كاري، طب هون شو عندي انا؟ عندي فرق الماس اسمه ديفو دي ماس. فالاي ال ايتيغال دلتا ام سي كاري، شو هي الدلتا ام؟ قبل شوي هلا كتبناها هي هون. نزلناها ضرب كلهم كروشيه ضرب مين؟ ضرب السي كاري. هيدي الاي ال، يعني صار الفورميل جنرال للاي ال للانرجي دي ليزون بار نيكليون، فورميل جنرال هو اي ال ايتيغال زد ام بي بلس ام وان زد ام ان موان ام اكس ا زد فوا كلهم ملتيبلي بار سي كاري. هون بدي انتبه لشغله، هيدي الفورميل هيدي ابليكابل فينا نجيبها نحن دغري. بالنسبه للاليتي انا عم بقول اي ال ايتيغال دلتا ام سي كاري، اذا كنت عم بشتغل اس اي مفروض تطلع دلتا ام بالكيلوغرام، السي بالمتر بار سيكون تطلع هيدي بالجول. طيب اذا انا عم بشتغل بالانيتي اللي اخذنا انيتي ثاني هي للانرجي اخذنا ماف، فاذا انا بدي اطلعها بالماف يكفي بس حط الدلتا ام بالماف بار سي كاري وخلي السي كاري بيطيروا مع بعض بيبقى هيدي بالماف. فاذا شغله الانيتي هون جدا مهمه دقيقه لانه بدي انتبه حسب الانيتي، يعني في كثير ناس بتغلط بالانيتي وبالتالي بصير في عندنا خطا بالتحديد، يعني بتحديد الانيتي بصير في عندنا خطا بحل السؤال. ريمارك، نحن كنا عم نحكي قبل شوي حكينا عن الاكس ا زد، قلنا هي الاليمون لاي سمبول للنيكليون. الزد نومبر دي بروتون، طب الا شو استعمال؟ قلنا الا هي نومبر دي ماس او نومبر دي نيكليون. استعمال ثاني ا ريبريزونت شو كمان؟ ماس ابروشي
لا نوايو اون او. استعمال الثالث ممكن استعملها هي الماس مولير اون كيلوغرام للالمو. هون مثلا هيدا بالانس بده يعطيني الماس بريسيز، شو عم حط انا؟ عم حط نوايو دي فير. نوايو دي فير هو 56 26، حطيته هون قام اعطاني بالاي. قد اعطاني بالاي الماس بريسيز؟ لاحظوا 55.92065 8. الاي هي يونيتي دقيقه كثير، يعني بتاخذوا هون 5 ارقام بعد الفاصل. فاذا الماس بريسيز هو ابروبري مين هيدا. فشوف صار في يقول هيدا انه هو الماس ابروشي لنوايو بس بالاي. اكزامبل ثاني، اذا اخذت نوايو دي ليثيوم، غيرت على الفير رحت على الليثيوم. الليثيوم قد ايه الالي له؟ الالي له 7. لما حطيت الا 7 قام اعطاني 7.01435 8 اي. هيدا هو الماس بريسيز. الماس ابروشي هو 7. فاذا هون دائما، يعني اذا كان عم بحسب انا الماس، قال لك احسب الماس للنوايو وطلع معك لازم يطلع قريب كثير من الا لحتى تعرف اذا صح ام خطا. ابلكاسيون كالكولي اون ميف اي اون جول لينيرجي دي ليزون دي نوايو دي فير اف اي 56 26. اون دون الماس بريسيز، هي الماس بريسيز 55.9206 U، والماسة البروتون 1.0072 U، والماسة النيترون 1.00866 U. معطينا كمان الواحد U الإكيفالنس بين الإنيتي دي ماس 1 U اتقال 1.6605 فاريس إكسبوزون موان 27 وهي موان 27 كيلوغرام، ونفس الشيء بتساوي 931.5 ميف بار سيكاردي. الواحد ميف كمان بتساوي 1.6 فاريس إكسبوزون موان 13، مثل ما لاحظوا هو دوني بس ما نتعود كيف نحسبه. فاذا شو السؤال عم يقول؟ عم يقول ما نجيب بالميف وبالجول، بس ما في بريوريتي، يعني ما قال لي هيدي ثم هيدي، على اي انيتي ببلش فيها ما في مشكله. راح شوف انا بدي اشتغل، انا بدي اطلع الانرجي دي ليزون. انرجي دي ليزون مثل ما قلنا الفورميل، شو بتقول الفورميل؟ بتقول ال اتيكال دلتا ام سي كاردي. لحتى نحن نسهل الشغل علينا، ما بدنا نخبص كل شيء ببعضه، احلى ما تغلطوا. افيك باخذ الدلتا ام لحالها، بقول دلتا ام شو بتساوي؟ زد ام بي بلس ا موان زد ام ان موان ام ا اكس. طيب زد 26 ا موان زد، يعني 26 موان 56 موان 26. الماسة البروتون والماسة النيترون معي هون، والماس افون لا سيباراسيون هي، راح اعبي ارقام شو حيطلع؟ حيطلع معي اتقال 0.5. ليش اخذت هون 5 ارقام بعد فاصله؟ لانه هيدي حساسه جدا 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 هيدي الاي. انتبهوا، يعني اللي بياخذ مثلا 0.5 وخلص وانتهينا، لانه بعد شوي بده يضربها بقد ايه؟ ب 931.5، بس يضربها ب 931.5 حبين في فرق شاسع، فاذا فرق كبير. فهون دائما دائما لانه بس بالاي خذوا 5 ارقام بعد الفاصله، واذا 6 ارقام ما في مشكله بيطلع ادق الرقم. فاذا هيدا طلعت الدلتا ام بشو؟ بالاي. طب اذا هيدي الدلتا ام بالاي، انا بدي اجيب الاي ال. طب اذا الدلتا ام بالاي، انا بدي اجيب الاي ال، هل بدي بلش بالجول؟ اذا بدي اجيب بالجول يكفي حولها هيدي لكيلوغرام، حط بالكيلوغرام، وهيدي بحط محلها 3 فاريس إكسبوزون ويت، تطلع هيدي بالجول. هون حجيبها أنا بالميف الأسهل. ليش ما بحول الدلتا أم لميف بارسيكاردي؟ الدلتا أم بشو؟ بالإي. أداة الواحد إي بساوي مع الميف بارسيكاردي هي 931.5. فإذا بضربها ب، يعني كل واحد إي بساوي هالقد، طب الإي تحت الإي، طلع هون أداة، بضربها بأداة؟ ب 931.5. طب لما بضربها 931.5 شو بكون حولت؟ حولت الإي لميف، شو صارت؟ ميف بارسيكاردي. طب هلا صارت الدلتا ام بتساوي 490.27 ميف بار سيكاردي. هيدي ماس بعد ما جبت انرجي، هيدي ماس. طب كيف بجيب الانرجي؟ بعبيها بقيمتها هون، وما بحول، ما بحط محل السي رقم، لا، لانه هي على سيكاردي، وهون سيكاردي بطير. لاحظتوا؟ هيدي ميف بار سيكاردي فوا سيكاردي سيكاردي سيكاردي، بعمل سامبليفيكاسيون حيطلع 490.27 ميف. هيدي هي الانرجي بشو؟ بالميف. طيب اذا بدي بالجول، في طريقتين. الطريقه الاسهل انه هو معطيني كل واحد ميف قد ايه بيساوي، بعمل ريجل دي تروا، طلعوا معي بالميف بحطهم تحت الميف،
بالرجل دو طروار لازم يكونوا كل شيء تحت بعض نفس الانيتيه. فاذا هيدا بالماف بحطه بالماف وبطلع بالجول قد ايه. اذا بشتغلها حيطلع بدي اضربها بان فيرجول 6 فادي 6 اكسبوزوم 1 3 حيطلع 7.84 فادي 6 اكسبوزوم 11 جول. هي طريقه ثانيه لو ما كان معطيني هيدي التحويله شو لازم اعمل؟ برجع ل الدلتا ام اللي انا جبتها بالاي طلعت هالقد بالاي ما بضربها بهالقد بضربها بهيدي. اذا ضربتها بهي بصير بالكيلوغرام بيجي لهون بصير بالكيلوغرام بحطها هون بالكيلوغرام وبحط محل السي بهالحاله طلوع فاديس اكسبوزون ويت وبضربهم ببعض بده يطلع نفس الجواب بالجول. هيدا عن ملخص عن الانرجي دي ليزون ك ديفينيسيون ك كيف بعمل كالكول للانرجي دي ليزون وابليكاسيون بالنهايه.